زيدي فوتي لورا شويه صوريها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي أحبائي متتبعي سيدة جميلة أمسية سعيدة إن شاء الله. بون سواري بور تو لي جون كي سوي ما شان. جيسبيغ كو فوز توس أون بون سونتي بارفي. الزول المقرا في اللون يثما يسمع لعب هذي قلا نتبع لا شانين. هو الزول المقرا في المسافرين هذي هي النيرة نغتزايرة شويه إن شاء الله. كما راكم تشوفوني انا الاوان دار عليا العام باش نطلع روزا. حييهم روزا نوضي حييهم تي دون ان بيزو بور تو الموند. حييهم روزا يدعيو لك ربي يشافيك ان شاء الله. روزا عندها كونترول في الجزائر هذا طريق 64 ولا طريق 65 كانت تعالج على سرطان دعيو لها ربي ان شاء الله يشفيها كاع. وتحياتي لجميع المسافرين وتحيه حاره 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 كذلك لصاحب الشركه عبد الملك مزياني بارك الله فيه وكفر الله من امثاله وزاده الله مالا واجرا وصحه ان شاء الله وحماه في جميع الطرقات يا رب العالمين. انا بديت الفلوق تاعي معاكم تابعونا ان شاء الله. تحياتي. كيما راكم تشوفوا هلا مشينا 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 دركا لحقنا للمطعم تاع وليدي الخير ربي يحفظه ربي يخليه لي مولا الريستورون ما شاء الله. احترام تقدير تواضع حب الغاشي كاع الناس اللي حاب يروح لجزاير كيلحقنا يدير لي زيسكال هنايا في مطعم افنان ربي يزيد يعطيه ويزيدو ان شاء الله بارك الله فيه والله يرحم والديه وربي يكفر من امثاله. خويا الخير راه مظهر لي في الغاشي ما شاء الله. صوري شويه هكا تشوفوا احترام تقدير ماكولات الله يبارك. واش خصكم البنات نظافة نظافة ما شاء الله أسعار معقولة الله يبارك اللي راح للجزاير يتهلا. خالتكم جميلة هنا تربوز هنا تاكل هنا تصلي هنا كلش زيدي يا روحي شوفوا الواحد عيان شوية مسافر مزيان رجيس لازم يبان تقلبوا بشوية حاجة باهية إن شاء الله. هذا جناح تاع العائلة اللي حاب يصلي اللي حاب يروبوزي ولو أنه الكار ماشي كيما الطاكسي عشان الناس الطاكسي. تحية كبيرة لخويا عمار على كل حال خلاني الليلة هذي مازال نمشي مع خويا عمار ربي يشافيه ويعافيه ويحفظه لي إن شاء الله. كي نجي في الطاكسي نلحق عند خويا الخير لازم نروحوز ناكل نشرب نصلي كلشي بيان. حياتي الشعب الغالي أينما كان المسافرين يتفضلوا هنا في منطقة رمادة ما شاء الله ما شاء الله ربي يعطيهم ويزيدوا إن شاء الله من فضله يا رب. كيما راكم تشوفوني مع ريكوس هذا ريكوس يبان لي على راس القائمه تاع الخدامين اللي هنايا في الريستور. بشاشه احترام تقدير ربي يحفظه ربي يحفظك ولدي ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. هاني شوفوني مليح مع ريكوس جات عليا الكاسكيطه تاعو لا 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 ربي يبارك فيك عزيز ربي يوصلكم وين بغيتم يبقى عليكم ستر ان شاء الله. كل مره نجيكم نطلعوا عليكم ان شاء الله. ارواحوا ارواحوا تولنا هنا بربي ان شاء الله وما يخصكم والو باذن الله. كلش كلش موفق ان شاء الله يا رب العالمين كلش موفق نظافه راحه لي بلا البنا بربي ان شاء الله ما تخصكم حتى حاجه. حاضر اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل على كل حال. الخير انا نعتبره بابا تاع العرش ما نكذبش عليكم يعني تماما. مام الدراري اللي يخدموا عنده حاطينهم باباهم فهمتوا انسان ولا اطيب. شوفوا قد ما مشيت مسافات باش نشوف الخير عندي اغلى شيء شفت خويا الخير. ربي يبارك في ذريته ان شاء الله يصلح اموره وربي يحفظ لكاع الشعب ان شاء الله. تحياتنا لكم جميعا الف تحيه ان شاء الله رجوع الخير ان شاء الله يا رب. تابعيني صوري شويه ان شاء الله.
ونواصل الرحلة إن شاء الله. ربي وصلنا على خير، وتحية كبيرة على كل حال الشوافر أينما كان، ربي يعطيهم الصحة إن شاء الله ويبعد عليهم الله. تحية الساعة الأخيرة الحمد لله الحمد لله. الساعة 4:25 الحمد لله رانا دخلنا بخير وعلى خير الحمد لله. كما راكم تشوفونا رانا مدخلين وكاملين. كما راكم تشوفونا رانا في محطة خروبة الحمد لله وصلنا بخير. ان شاء الله نكمل الرحلة تاعنا ونشوفوا كلها ونسمعوا غير الخير. شوفونا دركا لحقنا بخير وعلى خير بالباكاج تاعي انا وروزا بالكابا تاعنا وروزا معايا الحمد لله. ما ربيناش مليح شويه الكار تاعي ان شاء الله بالك العام الجاي يجيو في الطياره باذن الله تعالى. رانا في خروبه الكارو تياغ الله يبارك، ربي يحفظ البلاد ربي يحفظ البلاد. تحيه كبيره للرئيس مجيد تبون على كل حال، كلشي منظم ديزاجو هايلين، استقبالات مطاعم مليحة نظافة. ربي يبارك ربي يبارك ربي يدومها الساعة إن شاء الله، وربي يحفظ البلاد من كل شر يا رب العالمين. دروك رانا في وقت الفجر تودينا نروحو نصليو إن شاء الله الصبح ونتوكلو على ربي نهزو طاكسي للمستشفى بالمسوس بإذن الله تعالى. كتب عيني الجنوبية. وأخير وأخير الحمد لله الحمد لله كونترول تاع روزا مليح الله يبارك الحمد لله. الطبيبه قالت لها بلي كلش تاعك ديس يغديس الحمد لله ربي شافيها وشافي كاع امه محمد صلى الله عليه وسلم. واخيرا روزا مع السانكيام تعدت السانكيام سنه الحمد لله مبروك عليها. حابه مقام الشهيد وعدنا لها ملي كان عندها عام بدات الدواء كي عندها عام وحنا نوعدوا لها تروحي مقام الشهيد تروحي. وهاك يا روزا واخيرا هاكي في مقام الشهيد. الله يرحم الشهداء الابرار اللي جابوا لنا الحريه وجابوا لهنا البلاد. وكما راكم تشوفوا لنا نستمتعوا في البلاصه هذه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. روزا عجبك الحال؟ ايه عجبك المكان؟ شكون تشكري درك؟ الزوج شكون هذو الزوج؟ شكون هذو؟ خلاص الحمد لله هلا وصلناك. بغيتي البلاصة لحقتيها يا أخي؟ حققت لك الأمنية. درك ما عليك إلا تقولي تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ربي يعطي لهنا البلاد إن شاء الله يمتعنا ربي بها يا رب العالمين. هاكم تشوفوا فينا وصلنا رب العالمين. هاكم تشوفوا انا وروزا وصلنا رب العالمين باش نشوفوا المتحف الوطني للمجاهدين. ربي يدوم هالساعه الله يرحم الشهداء الابرار وربي يتقبل الجهاد تاع الشهداء المجاهدين الاحرار كذلك. بلادنا نواره يا عمري ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يحميها الله يحميها ما شاء الله. على الاقل نديروا لكم شويه سوفينيرات ملاح في القناه ان شاء الله. تمتعوا تمتعوا معايا تمتعوا شويه بالخضوريه تاع الجزائر. ما اجملها البلاد وما اجملها الخضوريه
وما اجمله البناءات. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. كل بلاصه وتقول غير انا هاني رافقتكم شويه. والله من جهه ما نعرفش البلاد مليح مليح، انا غير ندور بصح باش تعرفوا باللي خالتكم جميله زارت مقام الشهيد والحمد لله. صاي انتهت الرحلة تاعنا نوروز. هاكم قرن لاباس عليك، راني ماذا بيا تشوفوا الاحداث تاعي احداث العودة ان شاء الله تكون على رب طول الطريق كالعاده رانا نديرو شويه ليسكال نروبوزيو في طريق العوده عند خويا الخيل بينا. رانا ضيوف عند خويا الخيل وولادو اللي حاب يدير استراحه يجينا. الشباب اللي منضافه احترام كبير مع كل حال. حتى لا مازال شعلينا ما كنا بعقلنا. كيما تشوفونا في الجناح العائلين اللي كنت صورته البارح. ها الله يانا ربي وكملنا الكونترول ودورنا الحمد لله. رانا في الجناح العائلي الهادي اللي وصل اللي تبدلوا به الشعلات يعني طيبة ما شاء الله. ديما 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 كي نجي راحة لجزاير هذا هو المقام تاعي. الانسان ربي يكفر منها ان شاء الله. كونوا امين ابدا. امين يا رب. ربي يصلح له اموره ويحفظ بلاده ويحفظ الخدامه تاعو ان شاء الله. عيني شويه شوفوا معقولات بنينه مليحه شابه كلينا من كلش ودخلنا من كلش. ربي يعطيهم زينه ان شاء الله. قبل الماكلة قبل كلش ان شاء الله ما شاء الله. قبل الماكلة قبل كلش الاحترام التقدير. النظافة. الله الله الحميس مسكين الحميس مسكين الله الله عليه. ربي يحفظ خويا الخير والمأكولات نتاعو. تحياتنا على كل حال وتحية خالصة كذلك للسائقي الحافلات سائقي الحافلات وكذلك لكوفايا الطيبون كيما مسيو هاو كوتي دو مو. الله يبارك فيه. رباه يحفظ رباه يحفظ رباه يحفظ ما شاء الله. مطهلي في الغاشي تاعو على كل حال.
ربي ان شاء الله يدوم لنا الساعه وربي يوصلنا على خير وعافيه ان شاء الله. تحياتي لكم هنفتحيه دوكا، تابعوني نواصلوا الرحله تاعنا ان شاء الله. اخيرا اعزائي احبائي اللي راكم تتبعوني، سافرنا وربحنا على خير وعافيه في الليله، لحقت للدارك وعيانا قد قد وخلعونا شويه في الطريق، خلعونا العواصف، كانوا عواصف، الجو غير ملائم، خلاص خلاص عواصف رعديه. الله اكبر، ما قدرت لا نصور لا ندير اي شيء، ربحنا على خير الحمد لله والشكر لله. نتمنى رب العالمين يحمي المسافرين اينما كانوا، وربي يبقي يستر على الشوارع وافر اينما كانوا، وكافة الناس اللي راهم يسوقوا. نصيحه من السيده جميله، سوقوا بالعقل، سوقوا بالعقل باش ان شاء الله ديما تكون السلامه. تحياتي لكم الف تحيه. كي صبح عليا الحال قلت مالا نزيد نكمل الفلوق تاعي، نكملو وانا فوق الدار تاع البناء الهش كيما راكم تشوفوا، حيط قديم بزاف بزاف. انا نحب القعده تاعي مع لاتاين تاعي، على كل حال مع شويه الفلفل تاعي اللي غرست هكذا. حبيت نقول لكم باللي الحقت للدار، واش لقيت مفاجأة، لقيت بنتي خديجة استغلت الفرصة وسرقت القناة ودارت لكم هذاك الفيديو تاع البوراك. على العموم كان بوراك ناجح جدا، خلات لي لابار تاعي كثر خيرها، هذوك المحروقات اللي لقيتهم تحرقوا شوية انا نشتيهم هكاك، ما نساتنيش بنتي خديجة. الف تحية ليك خديجة، جو تونكوراج فوغ فوغ. وشكرا كذلك على التعليق الطيبه، قلت لها فحله بنت الفحله، وترقبوها على كل حال باسكو طويل الحال، وانا الكوزينه خليتها راح نسلم الامر عموما عموما، نسلم الامر تاع الطبخ لخديجه. وخويله على كل حال نكوراجيوها، خويله مريضه لازم نعطيوها شويه هكا تشجيع، كي تكون في الكوزينه تستمتع وتنسى مسكينه الالام تاعها. ربي يشافي كاع المرضى. ترقبوا بناتي في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ونكونوا جماعه على كل حال. شكرا على لي كومونتير الرائعين اعزائي، راكم هنا راكم هنا. نتمنوا الشفاء العاجل لكاع المرضى، ونتمنوا كذلك الفرج القريب لخوتنا بفلسطين يا رب العالمين. ندعي وربي اللهم اجعلها لحظه استجابه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.